أنا الدكتور طارق الزواوي، أستاذ أمراض القلب كلية الطب اسكندرية، والرئيس الأسبق لقسم القلب كلية الطب اسكندرية. طبعا أنا يسعدني ويشرفني أن أنا أكون عضو من أعضاء الاي سي سي انستيتيوت. فكرة الاي سي سي انستيتيوت هي بدأنا من سنة 1998 مجموعة من الأساتذة القلب وزملاء الأساتذة القلب، فكرنا في إنشاء مستشفى قلب متخصص على أعلى مستوى يخدم مرضى الإسكندرية ويمتد إلى جمهورية مصر العربية ويكون على أعلى مستوى لمستشفى قلب متخصص في الشرق الأوسط. طبعا إحنا مستشفى الآي سي سي يتميز بأن جميع العاملين بالمستشفى أخصائيين قلب، يعني جميع الأطباء سواء في العناية المركزة، سواء في الغرف، سواء في الأدوار، سواء في الريسبشن اللي هو الإمرجنسي روم، جميع الأطباء العاملين أخصائيين قلبه على مستوى. الحاجة الثانية الخدمة التمريضية، الخدمة التمريضية على أعلى مستوى، وجميع أعضاء التمريض من مشرفات تمريض خريجي كلية التمريض، فبالتالي ده هينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمريض. كمان اهتمينا مش بس ان احنا تخصص أمراض قلب بس، لا، اهتمينا بان يشارك معانا في المستشفى تخصصات أخرى، ادي بحيث امراض الكلى، في عندنا معانا اساتذه من امراض الكلى، السكر، الجهاز الهضمي، الصدريه، بحيث ان يبقى في تخصصات اخرى تؤدي الخدمه متكامله للمريض. المريض القلب ممكن يكون عنده مشاكل في الصدر، ممكن يكون عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في السكر، مشاكل في الجهاز الهضمي، يبقى احنا كونسلته متكامل يؤدي خدمه كامله للمريض. كمان من ضمن المميزات للاي سي سي انستيتيوت ان احنا في الاي سي سي هوسبيتال الشباب الاطباء ويتم انتقائهم على اعلى مستوى، يعني معظمهم مسجلين ماجستير قلب، واحيانا كمان مسجلين دكتوراه قلب سواء في كليه طب قسم القلب في اسكندريه، فبالتالي بنختارهم ان هم يكونوا على اعلى مستوى لان هم دول اول ناس هيشوفوا المريض، وبالتالي لازم يكونوا على اعلى مستوى لتقديم الخدمه المناسبه للمريض. مش بس الاي سي سي انستيتيوت اهتم بالميديكال بارت ورعايه المرضى في المستشفى وتقديم احسن خدمه لهم، اهتم ايضا بالتعليم والكونتينوس ميديكال ايدوكيشن. فاحنا تطرقنا ان يبقى في كل فتره مؤتمر يعمله الاي سي سي انستيتيوت، المؤتمر ده هو يضم احدث ما وصل اليه العلم، وبحيث ان عمليه الكونتينوس ميديكال ايدوكيشن للاطباء سواء اطباء المستشفى الاي سي سي او الاطباء على مستوى اسكندريه وعلى مستوى جمهوريه مصر العربيه، يبقى في عمليه تعليميه متواصله في جميع فروع امراض القلب، واطلاع الاطباء وشباب الاطباء على ما وصل اليه احدث امراض القلب تشخيص وعلاج، سواء عن طريق مؤتمر اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي اللي بيتعمل سنويا، او مؤتمر الجمعيه الامريكيه للقلب اللي بيتعمل سنويا. فبنحضر احنا المؤتمرات دي وبنيجي نقدم ما وصل اليه العلم في المؤتمرات دي لشباب الاطباء، سواء اطباء المستشفى او اطباء القلب على مستوى الاسكندريه وجمهوريه مصر العربيه. فطبعا يعني ده شيء يسعدني ان احنا مش بس بنقدم خدمه طبيه لمرضى القلب، بل ايضا بنقدم خدمه تعليميه لشباب الاطباء ان هم في المستقبل هم هيبقوا الاساتذه الكبار اللي يقدموا الخدمه. وانا طبعا بدعو حضراتكم لان احنا قريبا عندنا مؤتمر للاي سي سي انستيتيوت هنتحدث فيه على احدث ما وصل اليه العلم في امراض القلب، وادعو حضراتكم جميعا
لمشاهدة هذا المؤتمر وما وصل إليه العلم وطرق الحديثة للتشخيص والعلاج. وإن شاء الله أتمنى الشفاء للجميع والتعليم شباب الأطباء يكون مستمر، لأن هم اللي هيشيلوا الراية من بعدنا. وشكراً.